السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله الأخوة الكرام أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد والمتجدد. وسوف يكون هذا الفيديو عن الاستثمار في بيلاروسيا، فابقوا معنا. أنواع الاستثمار في بيلاروسيا. الاستثمار في بيلاروسيا مثل أي دولة تعتبر رقم واحد من ضمن الاستثمار، وأفضل الاستثمارات اللي هو في مجال العقارات. طبعا مجال العقارات واسع، سواء أنه أنت تأسس بنيات أو عمارات أو بيوت وتبيعها، أو تأسس بنيات وعمارات وأنت تأجرها، أو تشتري عقارات وتأجر. هذا بالنسبة للعقارات. مثل ما هو معروف في كل دول العالم، يعتبر أفضل بيزنس أو أفضل استثمار اللي هو في مجال العقارات. أكيد العالم أو الناس كلها بتعرف هاي النقطة. النقطة الجيدة في بيلاروسيا أو المهمة في بيلاروسيا أنه الضريبة تعتبر من أرخص الضرائب الدول المجاورة لها والدول الأوروبية. ضريبة العقارات يعني شبه، كيف أحكي لك، يعني أنه قليلة جداً مقارنة مع الدول الثانية. يعني على سبيل المثال، لو أجرت أنت الشقة مثلا، لو أنت شريت شقة وأجرتها $150 أو $200، تدفع عليها ضريبة تقريبا $20 أو $25 تقريبا، هكذا اللي هو تقريبا 5% من المبلغ اللي هو يعتبر ضريبة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي العقار. أما النقطة الثانية اللي هي دائما عليها تطور ودائما عليها تجديد، اللي هي الاستثمار في المجال الأطعمة أو اللي هو المطاعم، سواء السوبر ماركتات، مطاعم، كافيهات أو كذا، مثلها مثل أي بلد، اللي هو الاستثمار في المطاعم وغيرها. حتى نستثمر في بيلاروسيا فيها شوية أشياء لازم الواحد يأخذها بعين الاعتبار. أنك تيجي تستثمر مباشرة ما بينفعش، لازم تأسس بسموها شركة. الشركة تأسيس نوعا ما سهل، وخاصة إذا موجود في البلد اللي أنت موجود فيها سفارة بيلاروسية أو قنصلية بيلاروسية. كل ما بيلزم هو عبارة عن توكيل للشخص اللي راح يفتح لك الشركة في بيلاروسيا، وصورة جوازك مترجم للغة الروسية ومعتمد. عملية التسجيل تقريبا بتأخذ لمدة أسبوعين إذا كل شيء الأمور كل شيء تمام، وتسجيل بكون مرحلته سريعة. بعد التسجيل بإمكانك أنك تيجي بطريق دعوة عن طريق الشركة اللي أنت فتحتها أو فتحوا لك إياها، وتيجي هنا وممكن تفتح أي مجال بدك إياه في بيلاروسيا. من أهم الميزات في بيلاروسيا اللي هو الفتح شركة، أول شيء ما بتطلب رأس مال كبير، ومش مجبور أنت تحط رأس مال كبير بالشركة. يعني في حال أنك أنت فتحت شركة ممكن تحط فيها $100، $200، $300. البلد هنا ما بيجبروك أنك تحط مبلغ مثلا زي مثل الدول الأوروبية، مثلا مبلغ يعني في البداية على طول مثلا 20-30 ألف دولار أو يورو أو كذا. هذا الشيء في بيلاروسيا ما زال لهذه اللحظة ما بتطلبوش أي مبالغ مالية أنك تحطها بشكل مباشر أول ما تفتح الشركة. هذا من ضمن الميزات. الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه ممكن أنت تحصل على إقامة سنوية وعلى فيزا متعددة، وأنك تصير تدخل بيلاروسيا وتخرج وقت ما بدك. الميزة الثالثة أنه هنا الأيدي العاملة رخيصة مقارنة مع دول كثير. يعني الرواتب عندهم هنا $250-$500 تعتبر رخيصة مقارنة مع دول أخرى. ومثل ما حكينا أنه الضريبة تعتبر أرخص من دول كثير برا. هذا بالنسبة للميزات. بالنسبة للسلبيات والموجودة اللي هي أكثر سلبية، تعتبر أنه لازم أنت تكون تعرف لغة روسية، أو أنه الشخص اللي راح يعمل معك أو يشتغل معك لازم يكون بيعرف روسي، لأنه شوي هنا القوانين شوي راح تكون صعبة في هذا المجال، لأنه لازم تكون أنت مطلع، لازم يكون عندك محاسب بالشركة حتى ما يصيرش عليك أي ضرائب أو أي غرامات أو أي مشاكل بالشركة. لأنه إذا صار عندك مشاكل، إذا كنت أنت مدير للشركة عندك 5 مخالفات، وإذا عملت 5 مخالفات ترحل، أو أنك تحط مدير بيلاروسي مع يعني تحدد له الصلاحيات حتى ما يكونش عليك أي مشاكل. أنت ممكن تكون اللي هو مالك الشركة وتحط مدير مواطن بيلاروسي، لأن المواطن بيلاروسي مجرد بدفع فقط مخالفات اللي هو مجرد فلوس. بس أنت كأجنبي عندك 5 مخالفات، إذا عملت 5 مخالفات في السنة ممكن يرحلوك ويقولوا لك باي باي لندن. فهذه النقطة مهمة جدا بالنسبة للمخالفات وأنك أنت تكون مدير للشركة. ضروري أنك تكون تعرف القوانين أو تتعرف على القوانين قبل ما تدخل بيلاروسيا، لأنه بيلاروسيا شوي عندهم القوانين
بتزيد عن الدول الثانية، أنه القوانين لازم الواحد يلتزم بها. هذا بالنسبة لي السلبيات والإيجابيات. بس هذا اللي حبيت أحكي لكم إياه. اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال، حكيت أنا الموضوع بشكل مختصر جدا، ممكن أوسع فيه، بس أنتوا أو بشكل عام الناس ما بتحب تشوف الفيديو اللي نص ساعة أو ساعة وكذا. أنا حبيت أحكي بنقطتين بسيطات، وإن شاء الله تكون الصورة على الأقل وصلت لكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الموضوع، وموضوع اليوم هو الاستثمار في بيلاروسيا. اللي عنده أي استفسار أو أي سؤال حول بيلاروسيا، سواء السياحة في بيلاروسيا، دراسة في بيلاروسيا، أو مواضيع تخص بيلاروسيا، بإمكانه التواصل معي عبر رقم الواتساب الظاهر عندكم هذا بالشاشة، أو بالتعليقات أسفل هذا الفيديو، وإن شاء الله نقدر نجاوب عليكم في أقرب وقت. ولا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.